حبايبي عاملين ايه؟ انا جوزي النهارده دخل المطبخ وسام ان هو يعمل الاكله دي بنفسه. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هعمل لكم اكله طبعا ما فيش حد يعرف يعملها غير الرجاله. الستات عموما ما بتعرفش تعمل الاكل اللي انا هعمله دلوقتي. ليه؟ لان نفس الرجاله في الاكله دي بالذات بيبقى احسن من الست. دي اكله اسمها ايه؟ انا بقول عليها بورمه، وفي بعض الناس بتقول عليها بورمه، وفي بعض الناس بتقول عليها خضار مشكل. انا شايفه مكوناتها غريبه يعني. لا هي مكوناتها مش غريبه ولا حاجه، هي ده الخضار بتاعها الاساسي، بس في غلطه اغلب الناس بتقع فيها لما بيضيفوا على الاكله دي جزر. يعني جزر؟ بيحطوا الخضار ده وبيحطوا عليه جزر، الأكلة دي بالذات مش عايزة جزر عشان تعرف تاكلها كويس. أكلة البرمة يا جماعة ما فيش حد يحط عليها جزر. هو ثلاث أصناف المهمة في الأكلة اللي هنعملها دلوقتي. البسلة أول حاجة، دي مهمة جدا في أكلة البرمة. بعد كده الكوسة، ايوه دي برضو مهمة. بتقطع حلقات دي؟ حلقات، ما انا مرضش ان انا اعمل فيديو وانا بجهز الخضار، يعني جهز كل حاجة عشان بس ما اطولش على الناس اللي بتسمع الفيديو وتزهق. فانا حضرت كل حاجة زي ما انتم شايفين، وهنبدأ اشرحها لكم واحدة واحدة. احنا قلنا البسلة ودي الكوسة، تمام، ودي فلفل، بس فلفل حامي جدا. الوان ده؟ ما لا انا جايب لونين، احمر اللي هو واخضر. الاحمر والاتنين حرقين، بس ما كترتش كمية كبيرة لأن هيبقى معانا بلح الطيب. بلح الطيب دي بقى حرقة؟ بلح الطيب طبعا بتبقى عند العطار بتبقى حرقة جدا. هي فين؟ اهي على النملية هنا عندك في الكيس. بس دي بتجيب ايه، واحدة ولا بتجيب اتنين؟ والله حسب الناس اللي بتعملها، يعني لو في ناس بتحب الحراق فتزود اتنين. غير ان فوائد بلح الطيب طبعا كتيرة جدا. بس احنا عندنا الخضار المشكل اللي احنا بنقول عليه ما بنحطش فيه فلفل خالص، اخضر كده بيدبك الخضار واللحمة. ده للحراق، ما بقول لك الرجاله بيفننوا في الاكله دي بالذات. وده بلح الطيب. شايفين يا جماعه البلح الطيب؟ بس طبعا احنا مش بنحطه هو كده، امال ايه؟ ده بيتدق ويتنعم في الهون او في بتاع، يبقى يعني تطحنه يعني زي البودره، تمام، بتطحن. وبعد كده تتحط على الاكل، وما بيتحطش على طول كمان، يعني كمان لما نقف على البوتاجاز هنشوف الطريقه هنعملها ازاي. احنا وقفنا عند الكوسه، وده الفلفل الحراق، وديت اللحمه، وبتتقطع حتت صغيره. ورينا لنا كده، يعني في ناس بتقطعها حتت كبيره، دي حته صغيره جدا. ما هي بصي زي الكوسه وزي البطاطس، عشان تتسوي بسرعه. يعني لو بقت كبيره مش هتبقى كويسه، ولو بقت اصغر من كده بتتهرف في الخضار فما بتبانش. وده طبعا ايه؟ الكميه دي زي ما انت عايز، زي ما احنا عايزين، يعني ممكن كيلو، ممكن كيلو ونص، ممكن نص كيلو، حسب عدد افراد الاسره. او في طبعا احنا عشان عاملين عزومه النهارده فانا مزود الكميه شويه. طبعا ده بصل، ده اللي انا كنت مخزناه، ده اللي انت مخزن، الوحيد اللي ما عملتهوش، تمام، عشان ده كان في الفريزر. وطبعا دي قوطه، طماطم، دي ايه متقطعه ولا مخرطه؟ دي السلطه، تمام. وده بطاطس طبعا، دي معروفه، بطاطس مكعبات. يبقى احنا كده اهم ثلاث اصناف ايه في البرمه، بطاطس وبسله والكوسه والفلفل. وطبعا دي البصل ده اساسي، البصل ما عدا والطماطم مقطع. في حاجه احنا قلنا البرمه ما بتتحطش عليها، الجزر. الجزر ليه؟ لانه بيدي، بيخلي الاكل بيحلون. ودي اكله حرشه، ما ينفعش ان انا احط عليها اي نوع من الحلويات زي الجزر او غيره. فهم دول الثلاث اصناف المهمين. خلاص كده السؤال، وكويس. ده انا ما حطيتش عصير طماطم ليه بقى؟ لا طماطم عصير مقطعه بس. الطماطم دي بالذات، ودي غلطه تانية، في ناس بتحط، او الستات عموما اللي بيعملوا الاكله ديت، عشان كده بتطلع فاشله في الاخر، بيستسهلوا يعني. ان هم بيعملوا السلطه دي او القوطه في الخلاط، ودي غلط. البرمه مش عايزه القوطه تبقى مضروبه في الخلاط، تبقى نظام السلطه كده، تمام. ده في الاول. رقم اتنين، طريقتها هي وبتتعمل على البوتاجاز، دي مهمه جدا. بس انت ما قلتش التوابل، علبه التوابل. هي التوابل اصلا معروفه، بتبقى شطه وملح وايه تاني، دي مش محتاج ان انا اشرحها طبعا. التوابل هتتحط، بس برضه التوابل مش متحط على طول. متحط امتى؟ انا يعني هقول الطريقه دي، الخطوات، وانا على البوتاجاز، تمام. ماشي. انت عملت ايه هنا بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي حطينا السمنه على البوتاجاز، بتسخن شويه، واول حاجه هنحطها البصل. هشوح البصل الاول. البصل الاول.
حتى ندور في كمية البصل فمش هحطها كلها. بس البرمة دي هتحب البصل ياما ولا قليل؟ لا في الوسط يعني، لا تكسريها ولا لا تزوديها ولا تقللي منها. مظبوط يعني. بالظبط، حتى برضه كمية اللحمة والخضار. ما انا شايفاك ما حطيتهاش كلها. لا انا عايز حاجة بسيطة بس. لأن كتر البصل أصلا بيضيع طعم البرمة. بس الأكلة دي غريبة، أول مرة حد يسمع كلمة البرمة دي. لا ما أنا بقول لك ليها أسماء كتير. شايفين؟ نفتحها شوية. ده دي بقى هتحمرها جامد ولا هتصفر؟ لا يعني هتروح هتغير لون. وبعدين هقول لك تعمل ايه دلوقتي. والغلطة اللي بتقع فيها أي ست طبعا واقفة في المطبخ، عشان كده البرمة عندها ما بتطلعش كويس. طب دي بتتاكل معاها ايه؟ بص في ناس بتعمل عليها رز ودي غلط. المفروض ما يتعملش عليها رز. زي انا كده يعني، انا عملت رز بشعريه. كنت عامله رز اهي. ليه يا جماعه مش تابعه انا؟ ده تابعي انا. البرمة بالذات ما تحبش الرز جنبها. ولا المكرونه ولا الحاجات دي كلها. هي بتتاكل بعيش. عيش بس؟ اه. ما عشان حراقه كمان. حراقه وبتفتح النفس الأكل. يعني. اللي بياكل لا البصل شويه. بحط كده ايه حبه تمر. انت حطيت اهم يعتبر كيسين بصل. انا حطيت الاول عشان ما ازودش، انا حطيت عشان اشوف الكميه اللي انا عايزها. تمام. حطيت حبه بصل ما كفتش، احط ازود تاني مش مشكله. الاكله دي ممكن تتخزن وهي نيه؟ لا بس هنشيل ال ايه جت على دي حطها يعني. مش عايز ازود بس ازود عشان الخضار. بس طبعا يا جماعه احنا ما بنعملش الكميه دي كلها يعني ايه في مره واحده، الا لو في عزومه يعني. اه في الايام العاديه طبعا انت بنقلل الكميه. البيت بس ما بتعملش الكميه دي كلها. لكن عشان في عزومه يبقى لازم تزودني. طبعا عشان ايه الوقت برضو الوقت الفيديو مبقاش طويل هنوقف. وقف الفيديو. انت كده هتعمل ايه تاني؟ بعد كده بعد ما حمرنا البصله زي ما انت شايفاها يا دوب اصفرت؟ اه طبعا في ناس بتخليها لون ابيض وتحط الخضار على طول او اللحمه، وده بتبقى بتطلع شكل البرمه مش حلو. اول حاجه هنحطها بعد البصله هي اللحمه. قطع اللحم. تمام. ربنا يستر يا جماعه النهارده ما نخشش المستشفى. لان دي هتبقى اكله ايه حرقه جدا. ما انا عاملها حرقه عشان ما فيش حد ياكل منها. انت قصادها يعني ولا انت؟ ضيوف يعني لو قاقوا منها يسيبوها. ربنا يستر عليهم ما يقوموش من على الاكل ويسيبوا الاكل ويجي. والله مش عاجبه ياكل ما يقوم ما ياكلش. بس انت عليك اكل غريب، ايه برمو؟ وايه الطريقه اللي انت بتعملها؟ لا مفيش اي ست بتعمل كده. ما لا ما هو دي زي ما قلت لك دي ما ينفعش فيها ست. يعني البرمه دي بالذات الست ما تنفعش فيها. انا كده بحط بعد ما حطيت البصله لازم احط اللحمه واسيبها على الاقل 10 دقائق. اشمعنى بقى؟ ما هو لازم يبقى في فاصل بين دي لازم تتشوح مع البصل. اه. في ناس بتحطها اللحمه وبتستنى دقيقتين وتروح حاطه الخضار ودي غلط. البرمه بتطلع اي كلام. الله ينور يعني بعد كده. عايز سوري يعني الستات يعني ما بتعرفش تطبخ يعني؟ لا البرمه دي بالذات انت ممكن تكون شاطرين في باقي الاكل، لكن البرمه دي بالذات لا. اه. البرمه دي ما ينفعش فيها غير راجل. لا بس معلش ما فيش اي راجل بيعرف يعملها برضه يعني. لا. ما تقولش يعني الرجاله كلها بتعملها يعني. اللي هو مش عارف. لكن اللي عارف طريقتها صح هنلاقي بيطلع برمه زي الفل. عموما هنشوفها في الاخر وربنا يستر عليها. هنسيبها كده 10 دقايق. 10 دقايق ولا اكتر؟ لا وقف الفيديو عشان هنسيب 10 دقايق. دلوقتي هتحط ايه تاني على البصل واللحمه؟ معلش قبل ما احط الغوطه انا كنت بقول لك انك تسيبيها 10 دقايق، انا سيبتها تلت ساعه. عشان تسوي يعني اكتر مع الخضار؟ بالظبط كده، ساعات في لحمه بتاخد وقت تستوى، فلما بتسيبيها تستوي قبل الخضار بتكون احسن. انت عامل لنا شيف النهارده يعني؟ اه طبعا. مالين. طب انت ليه حطيت الطماطم ما حطيتهاش ليه مع الخضار الاول؟ لا الخضار ده في الاخر خالص، ما بقول لك البرمه ديت اللي مش اي حد يعرف يعملها. احنا حطينا القوطه تمام؟ قول بقى من الاول انت عملت ايه كده بسرعه؟ ما احنا حطينا البصل، حطينا البصل شوحناها لغايه لما غيرت لون. أيوة. ومش لون فاتح لون غامق. وبعد كده حطينا اللحمه سبتها تلت ساعه.
مش 10 دقايق حتى. انت شايفه لو قرب التليفون شوفي طلعت ميه دي ميه اللحمه تمام. وبعد كده نحط القوطه تمام. مش هنحط الخضار ليه بقى؟ لا لازم تسبك زي ما سبكت مع ال مع البطل مع البصله لازم تسبك مع القوطه ماشي. هسيبها كمان 10 دقايق. بس غريبه ان الاكله دي ما فيهاش طماطم عصير طماطم خالص. لا ما هو انت لو حطيت عصير طماطم هتضيع طعم البرمه. طب يعني هو كده الخضار هيطلع احمر زي الصلصه ما بنحطها؟ هتشوفيها شكلها هيكون ايه لما نشوف. هتطلع شكلها تحفه. ولو لقينا الفيديو طويل ممكن نخليه جزء تاني، لكن لغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس وان شاء الله الفيديو مش هيبقى طويل تمام. هنسيب بقى القوطه باللحمه ومش هنحط الخضار، يعني 10 دقائق ربع ساعه بالكثير تمام. وبعد كده مع التقليب كل دقيقه كل شويه نقلب كل شويه نقلب. وبعد كده هنوريكم دلوقتي هنحط انت ليه بقى بتقلبها كل شويه؟ ما هو لازم كده تسبيكه تسبك تتخلط مع بعضها زي ما كنت بتقلبيها هي في البصله برضو بتقلبيها وانت حاطه القوطه. وهقول لكم اي نوع خضار هيتحط الاول. طبعا الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم الكوسه والبطاطس والبسله مش هيتحطوا مع بعض. يعني في حاجه بتستوي قبل حاجه تمام. يعني مثلا البسله بتاخد وقت ده الكوسه دي بتتعجن فما ينفعش تتحط معاها. البطاطس يعني الوسط لازم تحط البسله الاول. عموما مش عايز بقى احداث انا هنوريكم واحده واحده. وقفلنا الفيديو دلوقتي. انت كده بقى عملت ايه؟ أول حاجة أنا كنت بقى حطيت اللحمة وحطيت القوطة وسبتها 10 دقايق ربع ساعة. وفي حاجة برضه أنا لو لقيت اللون فاتح بتاع الطماطم بتاع الطماطم كنت أحط عليها كيس أو اتنين من اللي هو الصلصة العادي تمام؟ ده بالنسبة للي بيحب اللون الغامق، لكن لو بيحبها فاتحة عادي. إحنا قلنا هنحط بعد القوطة إيه؟ البسلة؟ البسلة عشان بتاخد وقت في السوا. لا هنحط بسلة، إحنا هنحط فلفل حراق. فلفل؟ ما انت عايز انت هتحط توابل بس هتحط كل الكميه دي؟ لازم نحط لازم هنحط نحط حاجه بسيطه. ده الناس هتصوت من الشطه مشكله. انت خايف ان هم ما ياكلوش الشطه؟ مش حد ليك. انا من رايي اقول لهم اتعشوا خفيف خفيف احسن، خليكم ناموا خفيف خفيف. هنحط كمان عليها بلح الطيب. انت مش قلت هتتحط في الاخر؟ وريهم بلح الطيب الاول. بلح الطيب اللي احنا يا جماعه ده احنا طحناه اللي هو الحبايتين اللي انا قلت عليهم. عامله زي البلحتين دول. دول طحناه زي كده بودره. هنحط نصهم بس عشان النص التاني هنحطه مع الخضار. بص حبه صغيرين. يعني انا كده النص تقريبا. وفضل النص. ان شاء الله هتاكلوا من الاكله دي وهتدعوا لي. واي راجل في البيت هيروح يعملها مش ما يخليش مراته تعملها. عايز يعني تقول ايه يعني بتصرف يعني الرجاله على مراتاتهم يعني؟ في الاول الست دي الاكله دي ما فيهاش فيها ست. لا بس ممكن الستات يعملوها اشطر من الرجاله برضه يعني. لا يا عم اسكت بس انت اللي متهيألك. اتحدى واحده تعملها زي ما يكون راجله بيعملها. كده هنغطيها وهنسيبها بالظبط 10 دقايق. وقف الفيديو ولما نيجي نبدا نبقى نكمل. انت بتعمل ايه بعد كده؟ احنا زي ما قلت لك حطينا الفلفل وسيبناه 10 دقايق. وجوز الطيب. ونص من جوز الطيب ونص الثاني من الفلفل الحراق اللي هو الحين الحراق. هو انا مش هنحط الكميه كلها عشان ما يبقاش حراق زياده عن اللازم. وفي حاجه انا قلت الاول الفلفل والشطه والكلام ده كله احنا مش هنقدر نحط اي حاجه منهم عشان بلح الطيب والفلفل ده حراق اصلا خلاص. يعني انت مش هتحط شطه؟ لا. شطه حمراء. يعني بلح الطيب وفلفل وتحط كمان شطه؟ انا بقول انا ممكن اضيف عليها مرقه دجاج. طب ناس كتير هتقول لي طب ما انت مرقه دجاج دي ناس كتير هتقول لي طب ما انت حاطط لحمه تحط عليها بتخلي طعمها تحفه. بس طبعا انت ما بتكترش بقى ما بتحطش ملح دلوقتي عشان هي لا فيها الملح ده بيتحط في الاخر عشان ما ممكن يخلي الخضار ما يستواش بسرعه. بس برضه ما تحطش ملح ايام عشان المرقه فيها ملح. يعني خلي بالنا يا جماعه ان المرقه بيبقى فيها نسبه ملح فاللي يحط ملح ما يكترش عشان الاكله ما تملحش. ده نص الخبره اللي انت بتتكلمي فيه ده بس برضه مش هتوصل لسر البرمه برضه؟ كده احنا خلاص حطينا الخضار. بس انت دماغك في الاكل دي طولة بال. هو لازم الراجل بيبقى باله طويل في الاكل. ده البسله. دي البسله دي اللي هنحطها قبل الكوسه وقبل البطاطس تمام. دي طبعا بنجيبها وبنفصصها. مش لازم مش هنفضي الطبق كله، احنا بناخد على قد ما احنا عايزين، يعني ممكن نكون عاملين بزياده.
مش الكميه كلها. لا هي كميه اللحمه كتير بس مش لازم الخضار. طبعا يا جماعه ما بنعملش كميه ايام عشان حرام الاكل بيترمى اوقات بيتبقى فبيترمى فحرام يعني. مش يعني انت عملت مثلا كميه كبيره من البسله والبطاطس والكوسه لو فضل منهم حاجه ممكن تشيلهم زي كده. طبعا دول هتقول ايه المشكله دول هيوقفوا يعني الطبخ؟ لا دول زياده بس عايزه اقول لهم برده لو بقى برده طبيخ ومش عايزين ياكلوا مثلا النهارده يحطوه في علبه ويشيلوه في الفريزر وفي اي وقت يطلعوه يسخن لما يبقى البيت. لكن لما يكون عندك عزومه لا عزومه ما حاجه هتفضل من ده ولو فضل هتلاقي هتفضل حاجات بسيطه مش قصدي يعني اللي مش عايز ياكلها تاني يوم يشيلها. في حاجه ما سالتش عليها ايه؟ تخيل ايه اللي ما سالتش عليه في اللي احنا عملناه ده؟ التوابل؟ لا ما انا قلنا التوابل. لا التوابل من غير اللي هو الملح انا مش هحطه دلوقتي. انا مش... حطيت البصل واللحمه والقوطه وبلح الطيب والفلفل وبعد كده حطيت البسله وفي حاجه ما حطيتهاش. حاجه يعني خاصه بالتوابل ولا بره التوابل؟ لا يعني انت بتقول ما بضيفش ميه ليه؟ الميه لا ما نضيفش عليها ميه لان هي عليها قوطه. الطماطم هتنزل ميه. تسبك بالميه بتاعت القوطه ما تحطيش عليها ميه ثانيه. هي فعلا انت شيف انت. انا معايا جوزي شيف يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه يعني بصراحه عليه. عليه دماغ يعني ما جاش في بالي خالص موضوع الميه ده. لا ما هو في ناس بتغلط اول ما تحط تلاقي العمليه ناشفه زي كده تمام؟ بيزودوا ميه. فتلاقي تقول لك انا مش عارف اقلب الخضار مش عارف اقلب اللحمه طب الخضار كده هيتحرق. لا لازم اضيف شويه ميه. او شوربه. او شوربه اي انواع الميه ما فيش حاجه تنضاف على الخضار. خليها تتسبك كده مع نفسها. لو احتجت ميه فانا بحط يعني بس دي هتتحرق كده انت ازاي مش حاطط ميه ولا شرب؟ انت قادر انت بقى بصيت في البور ما باين عليه. طبعا ممكن بقى ممكن نوقف الفيديو شويه. انت كده بعد ما حطيت البسله هتحط حاجه تاني؟ هنسيبها زي ما قلنا سنها 10 دقايق وبعد كده نبدا بعد البسله نحط البطاطس. عشان هي اللي هتكون يعني بس البطاطس هتستوي قبل البسله مش مشكله. لا ما احنا سيبنا البسله 10 دقايق ما انا قلت البسله هتتحط الاول وبعدها ب 10 دقايق نص طياب يعني نص طياب بعد كده تحط البطاطس تمام. يعني هي اخر حاجه في الخضار الكوسه. شوف لونها بقى عامل ازاي يا عم. مش كده مش هتستوي سادان احط لها ميه بس حط حبه انا هحط ميه بس بالراحه ما دام حطينا البطاطس البطاطس بتشرب ايوه والكوسه بتشرب الميه. لا ده انت شايف صح انت لسه هقول لك البطاطس هتشرب الطماطم اللي في ال ما تحطش بقى الكوسه دلوقتي هتستوي. لا عادي لا ما انا مقطعها حتت كبيره. انت متخنها. طب ورينا كده انت متخنها قد ايه؟ ده كده مش هتتهرى بسرعه صح؟ فانت لو قطعتيها اقل من كده هتتهرى مع لو رفيعه هتتهرى مع الخضار. انا استغربت ان انت حطيتها يعني. لا والميه فهنحط حاجه بسيطه ميه. طب عايز اسال بقى سؤال نسال ولا انت انت في حاجه بقى ما حطيتهمش ايه هم؟ عشان بس نحط الميه حاجه بسيطه طبعا ما تكتريش في الميه. طب دي انت بتوطي عليها النار ولا بت يعني طبعا النار... بتوطيهم انت بتسيبيها النار دي تستوي براحتها. طب انت ليه ما حطيتش التوابل؟ ما انا ما حطيتش ما ينفعش انا احط التوابل وانا حاطط فلفل حراق وبلح طيب. الاكله كده هتولع. ما حطيتش انت ملح يعني قصدي؟ لا الملح انا بحطه استنى شويه قبل ما الاكل بيستوي. انا في بلح الطيب التاني الباقيين عندك ده كده احنا كنا سايبين نصهم تمام كده هنحطهم. يا لو ده الاكله دي يا جماعه تبقى مولعه مولعه يعني ماشي تبقى حرقه جدا يعني طبعا جوز الطيب وبعدين انا ما كترتش في بلح الطيب انا حطيت ماشي بس فلفل حامي يعني حطيت اتنين بس اتنين بس ده اتنين ده الواحده مولعه ده غير الفلفل الاخضر والاحمر اللي انت حاطه. سيبك من البتاع شوف اللون حتى لون البرمه عامله ازاي شايفين يا جماعه الاكله جميله. في ست تطلعها بكده مستحيله طبعا لو سمحت لو سمحت ما تقولش كده على الست يلا هو هيحط فلفل تاني. لا يا عم كفايه ده الناس كده مش هيجوا لنا تاني. انت عايز الناس يحلفوا الميه يجوا لنا هيصعبوا عليا ان ياكلوا الشطه. ده لو عرفوا ان انت حد ده كله مش هيجوا.
فما تقول لهمش يعني، منها لهم مفاجأة. طبعا عشان استنى في حاجة بس عايز اقولها للي هم بيسمعونا دلوقتي، ان انا اخلي الفيديو لغاية لما نشوف الاكلة تخلص ويشوفوا لونها، طبعا هياخد وقت طويل. احنا ممكن نعمل فيديو للاكل هو على السفرة، احنا بنقدمه يعني. تمام، يعني بعد ما نخلص البورما، انت طبعا عملنا ايه في الفرن؟ عملنا بشاميل. بشاميل ورز بشعرية. يعني النهاردة يوم خربان. تمام، ممكن نعمل الفيديو الجزء الثاني من الاكل اللي احنا بنعملها ديت على السفرة، والناس تشوف بقى اكل شكل شكل الاكل عامل ازاي. تمام، كان عشان احجز الفيديو اربط الفيديو دلوقتي وان انا اوقفه، طبعا ده مش هينفع. طب انت ما حطيتش الملح برضو التوابل؟ الملح ده بحطه في النهاية. وانت بتحط توابل ايه؟ لا ما حطيتش غير فلفل اسود، ودي حاجه بسيطه خالص عشان فلفل برضو حراق، فلفل اسود ده حراق. فانا حطيت حاجه بسيطه خالص كده. ممكن نحط احنا الملح واحنا مطمنين. طب ده ما يخليش اللحمه لسه يعني ما تاخدش اللحمه؟ انا اخرش في تاخر سوى اللحمه قبل الخضار. اللحمه انا سايبها قد ايه على النار؟ بعد دلوقتي تخلف اكتر من نص ساعه. نص ساعه لوحدها من قبل الخضار. ما لو كان تلت ساعه مع الخضار كده 10 في 10، 10 دقايق 10 دقايق. وبعدين لما احط ملح انا مش هحط كتير، يعني المرقه فيها ملح. لا والملح مش هحط كتير، زي ممكن تزود بالشوربه بدل الميه. لو عندك شوربه حط ايه. طب احنا كده هنسيبه على النار، احنا كده هنسيبه على النار لحد ما يستوي براحته، وبعد كده على السفره هتعرف لون البرمة شكل ازاي. تمام، عرفت بقى ان الراجل في البرمة بيكون احسن من الست في البرمة. لما نشوف الرجاله هيجربوه ويعملوها ولا لا. لون البرمة باين يعني، حتى اهو ما فيش ست بتطلع اللون ده. تمام، دايما بيطلعها لون فاتح كده، واول ما بيحط اللحم بيروح حاطط الخضار وعلى القوطه. ايوه بنستسهله يا عم، عشان ورانا حاجات ياما بنعملها. بالذات البرمه ديت عايزه دماغ تعمليها وانت بالراحه، لو انت عايزه تاكلي برمه صح. تمام كده، احنا شايفين الميه ما زودتش ميه. دي بنسميها اكله مشكله، خضار مشكل. انت بقى بتعملها برمه بس بطريقه مختلفه عن اللي احنا بنعملها يعني. هو الاسم ده كده ولا كده مش فرق يعني، في ناس بتقول عليها خضار مشكل، في ناس بتقول عليها برمه، ما فرقش كتير. ولكن ال في الاول، طب ما في ناس في بعض محافظات تانية بتقول عليها اسماء تانية. تورلي مثلا. لكن مسبح لنا طاجن على برمه، بيعملوها طاجن تورلي. واصلا خضار مشكل ما بحبهوش، كلمه ان خضار مشكل بس مش هيك، بيبقى فيه بقى جزر ما هو ده الغلطة بقى اللي احنا من اللي في بعض الناس بتعملها، وتقول لك البرمة دي طالعة مش حلوة. الجزر بيحلون الأكل فما تحطش فيه. هو كشكلي بس شكل، لكن طعم ما يتحطش مع الأكل. عايزة تاكل برمة، هم الثلاث أصناف اللي أنا قلت عليهم واللي أنا حطيتهم دلوقتي، كوسة وطاطس بسلة. يا رب تعجبهم الأكلة دي. الأكلة لا ده الأكلة تحفة. أنا متأكد لو اللي بيسمعوها دلوقتي لو عملوها في البيت، وعشان ما يكلفوش على نفسهم يعني، مش لازم يعملوا على كيلو لحم. لا على قد ما بيمشي على قده يعني، على فكرة ربع كيلو تكفي كمان. لا لو عدد الأفراد كتير في الأسرة مش هينفع ربع كيلو. أيوة لا لو نفرين. لو نفرين. في ناس لما يكون البرمة معمولة كويس، في ناس بتدور إن تاكل الخضار وما تاكلش اللحم. مش مشكلة عندها اللحم. يا جماعة لونها جميل. فانا هسمي الفيديو الاكله اللي ما حولناش عنوان صحيح الفيديو، من يقول اكل الجزء الاكل. لا الاكله اللي بيتميز فيها الراجل عن الست. يعني انت عايز يعني تقول ايه يعني؟ هي صح ايه يعني؟ اسم لا يا عم لا لا لا، او الاكله اللي ما بيعرفوش يعملوها الستات. لا يا ربي الراجل ده هيفضحنا يا جماعه. لا ما ينفعش. انا هكتب على انت اكتب ال انا هكتب على الصوره كده. انا ما بكذبش، هو ده الحقيقه. بس مفيش ستات بتعرف تعمل الاكله دي. اكتب اكل الجزء الغريب. ولو في واحده ست بتتفرج علينا، مع احترامي ليها طبعا، تكتب لنا بس في التعليق وتقول انا بعرف اعملها احسن منك، اتحداها. قول لنا يا جماعه رايكم ايه في التعليقات، وقولوا لي إيه اكل جزء حلو ولا اي كلام. المهم انكم انتوا تعلقوا يعني، عايزين نشوف التعليقات بتاعتكم. والشكل طبعا النهائي زي ما انا قلت هنشوفوه على السفره عشان ما نطولش. شايفين لونه جميله جدا. مش عن لا ده لونه كمان بيتغير بعد ما بيستوي. لما بيستوي يعني، هو دلوقتي زي ما انت شايفه الخضار باين، وال الكوسه بسله الكوسه بطاطس. انت بتقولي كده لونه حلو. لا ده لما بيستوي كمان بيبقى لونه اجمل بكده بكتير. بس انا عشان استنى الفيديو، البطاريه طبعا قربت تخلص تقريبا، فمش هينفع ان انا
اوقف الفيديو واسيبه فتره طويله. فاحنا قلنا الشكل الثاني او الجزء الثاني من الفيديو اللي احنا بنعمله دلوقتي يا جماعه هنشوفه على السفره، سواء البورما، المكرونه البشاميل. طبعا المكرونه البشاميل يا جماعه دي مش طريقتي انا، عشان مش حد ايه، ده شغل المدام، انا شغلتي البورما بس. هنشوف السفره مليانه وشكلها جميل ازاي. هو قال لي اعمل البورما بس انا دبسته فيها، قلت له لا انت بقى. قال لي لا انا هعملها، انت مالكيش دعوه بيها خالص. قلت له ماشي. انت مش فاكره اليوم اللي انت عملتيها فيها وفشلت؟ يا رأي فضحتنا. لا مش مشكله، هتسترش انت ابدا. لا مش مشكله، بس عشان اقول لك يعني استر ان الست مش هتعرف تعملها. طب استر، عملتيها قبل كده ما عرفناش ناكلها. ايه انا عشان بنعملها خضار. انت عملتي رغم ان انا قلت لك الوصفه بتاعتها في الاول. اه انا بننسى فبنعملها. فانت عملت الخضار كله مع بعضه، فهمت ازاي؟ وجدنا في الاخر قلت لنا البورما اهي. بس انا اللي لخبط معايا ان انا ما عملتش الطماطم، انا حطيت عصير طماطم. لا ده اللي خلى البورما معايا. البورما مش عايزه عصير، تعصريها في الخلاط، تعمليها زي السلطه بالظبط كده، تاكلي بورما. بس بصوا يا جماعه لونها، بالرغم ان هو ما حطش طماطم معصوره، شايفين لونها حلو ازاي؟ لا هيتفاجئوا كمان بالشكل النهائي لما نشوفها ان شاء الله على السفره. هسيبكم دلوقتي في رعاية الله، ويا ريت يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو تمام، وتابعونا في الجزء الثاني بعد ما نخلص الأكل اللي احنا بنعمله ده، هنقدمه على السفرة بشكله النهائي، وهتشوفوا الراجل أشطر في المطبخ ولا الست. وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ومستنيين رأيكم في التعليقات. اقفلنا بقى الفيديو بقى كده ويسمعونا. انت كده هتقفل الفيديو هيتابعوا معانا طبعا الجزء الثاني، ونشوف الاكل هيبقى شكله ايه على السفره في شكله النهائي. اقفل الفيديو دلوقتي.